السلام عليكم لي زامي لا فامي، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم واحد البلوغ غيكون خفيف، ما غاديش نطول فيه معكم بزاف. و انا في الطريق ديالي قلت نصور معكم هذا، نصور لكم شويش هذا المنظر مزيون، حيت الصباح الجو مزيون، ما كاينش الشتاء، ما كاينش زعما، لا كاين البرد ماشي ما كاينش، ولكن ما كايناش ديك الضبابه. ديك ملي كتكون ديك الضبابه كيبان الجو خايب. و قلت نشارك معكم هذا المنظر، وفي نفس الوقت انا مشا كنتحدث معكم شويش. و بغيت نقول لكم الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي، والتعاليق ديالكم حتى هي كتهمني كثار وكثار. والمهم نكملوا الطريق ديالنا. انا وصلت هنايا، نزلت من الترام، كنوريكم شويه هنايا المنظر، كنوريكم زعما فين انا فين وصلت تقريبا. انا اصلا هنا ماشي غير بجي بي اس التليفون، حيت الادريس اللي عطاوني البنات انا ما عارفاش المطعم بالضبط. وصافي ها انا وصلت هنايا، هنا كاينه واحد ريستوران كافي، صراحه الله مزيونه بزاف عجبتني. هي جات هنايا في لابلاس ميغوار، راه الناس اللي ساكنين هنايا في بروكسل وبلجيكا راه غادي يعرفوها، يعرفوا لابلاس ميغوار في جيت. صراحه الله كيفاش كتدخل على هاد ريستوران، كتجبر الورود، واحد لاغونتخي عاملين لغزاله كتحمق. انا شخصيا عجبتني، انا بعدا حمقتني ملي كتدخل ها المنظر زعما نتوما كتشوفو مزيون بزاف. وديجا جبرت البنات جالسين، يعني انا اللي بقيت معطله، بقيت هذا جبرتهم ديجا كلاو سالاو، عاد انا غادي نطلب شنو غادي ناكل وداكشي. صراحه الله عندهم ماكله مزيونه، حمقتني هاد برجر كيعملوه كيحمق، الديل وديك الخبز ديالو غزاله، كريب ديالو مواعر، المهم كلشي عندهم صراحه مزيون. صراحه الله انا ما كنعمل شي اشهار ليلوم، ولكن انا عجبني هذا الموطع وبغيت نشاركه معكم، حيت الاكثريه ديال الناس كيبغيو يمشيو لشي موطع بحال هيدا مزيون رقيقي عائلي، ما كيعرفوش فين، كيبقاو يفكروا فين غادي يمشيو. على داكشي انا فكرت باش نشاركو معكم ونصور، نصور زعما هنايا. اصلا قبل ما نصور طلبت الاذن واش يمكن لي، قالوا لي وي بكل فرح. وصافي عندهم هاد لاصال هادي كبيره تحت، وعاد عندهم لاصال اخرى فوقي، يعني ملي كتكون عندهم الدنيا عامره بزاف تحت، الناس يمكن لها تجلس حتى فوقي فيما عجبك تجلس تجلس. مهم غزاله غزاله، الماكلة عندهم كل شيء مزيوان صراحة الله، السيرفيس عندهم مزيوان، جلسة غزالة كتحس براسك زعما جلسة مرتاحة، يعني ماشي وتالناس اللي فيها الناس نقيقيين زعما ما كتجبرش ديك الناس، الناس مخلطين ولا هادي. المهم هادشي اللي كاين، المهم خليكم مع الفيديو استمتعوا لي شويش عويناتكم. و هاد الشيء اللي كاين، وهنايا غادي هادي الدروج فين كتطلع تشوف لاصال فوقي، وخليكم تشوفوا لاصال فوقي كيفاش هنايا عامله.
تمنى يا البنات كيسالي الفلوق ديالنا، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، واي استفسار خليوها لي في الكومنتير، ونتلاقاو في فيديو جديد.